بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. شكرا السيد الرئيس. أنا وأعوذ بالله من أنا ونحن ولي وعندي، لأنها مهلكات أربعة. مسلم على معالي وزير الاقتصاد والمالية وعلى الأمين العام والطاقم المتميز اللي مرافقه. وهذا اليوم لبست فيه الجديد، لأنه يوم عيد بالنسبة للشيخ المبارك، لأني أمام الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية اللي كرمني أيام وزير الأمين العام للتنمية الريفية تكريم ما قد حصل عليه حد سابقي. وبالتالي شهادة من شخص كيفته هو مدعاة للفخر اليوم والاعتزاز والإشادة بها. سيد الرئيس، اقتصاد أي بلد يعتمد على ركائز ثلاث، هذا اللي ينقاله لا كابيتال الفضة ولي ريسورس دو باز اي كومبري لي ريسورس ناتيرال اي بارتيكوليرمون لي ريسورس ناتيرال رينوفالابل. وهذا اللي ينقاله لي ريسورس زمن، هذا اللي ينقاله الفضة لابد من يحصل ومن مصادر تحصيله الضرائب والجمركة. وانا بعد نظرا اني ما راه بيروح حد منهم، شاكر الصرامة في قطاع الجمركة اللي أكثر من أي وقت مضى يشهدها البلد اليوم. وهذا الشيء حقيقة نشيد به ونثمنوه به للفضل، لابد من تحصل حقيقة بشأن رفع المستوى الركيزة الثالثة. هذا اللي قالوا المصادر، بما فيها المصادر المتجددة، التربة، المياه، الغطاء النباتي، أشجار شجرات، نباتات رعوية، والإنتاج الحيواني والنباتي، وإلى حد ما الطيور والأسماك. الرفع منه هدفه لا تحسين، الرفع من الركيزة الثالثة هي المصادر البشرية، اللي الإنسان هو العنصر المستثمر والمدير المدبر لهذا كامل. بالتالي شاكر نظام الأخ الرئيس محمد بن عبد العزيز، اللي المصادر في الآونة الأخيرة وأكثر من أي وقت مضى أصبحت موجهة للمواطن وبالأخص الفقراء من خلال مكافحة الفساد. ياك نعلن لي بيان دستيني او بوفر اريف دان لي مين دي بوفر. وهذا حقيقة نحن نشيد به ونثمنوه. وفهم ياسر من القطاعات اللي يهتم بهذه المواطنين بشكل عام والشرائح الهشة والفقيرة بشكل خاص، مع تمثل اقصاه من خلال قطاعات حيوية كيف التضامن اللي ما نمكثر فيها بدليل كثير. قدمت برنامج في التلفزة بالصوت والصورة، حد شافه يدور يقول هذا العملاق اين كان نائما. كما احيي هذا اللي ينقالوا لو بروغرام دي زون ديديكاسيون بريوريتي اللي خاص بادواب، ويظهر لي انه بين هون وقريب ما لا يبقى دبي معاد مع الاخ الرئيس محمد بن عبد العزيز، ورانا بعد سابق بالبشرى سابق بالخبر. سيد الرئيس، جو نو فو با اتر لون دان سي كي كونسيرن لي بيديبي اللي قاعد صني ما نتكلم عن الفضاء. يا غير عندي مطالب على مستوى مقاطعة مقطر حجار موجهة للحكومة، كيف تقريبا كهرباء بلدية وادمور وفتح ثانويتين في بلدية وادمور واحدة في قيمي. هذا مطلب أساسي من الأهمية بمكان عندنا. يا غير بعد هذا ما نختار ويخلق، ما إلينا نوجه طلب خاص المعالي وزير الاقتصاد والمالية. أعلنوا مهما تظاهر الشيخ المبارك بالتكريم من هنا وهناك، ومهما نجح هو في القطاع اللي على كل حال هو على راسه، ومقاطعة مقطر حجار بؤرة تكاد أن تتطاير حممها قبل أوانه، نعود ما عدنا شيء، نعود الكبيرة عدناها وصغيرة قلبتنا. ادعو الوزير من هذا المنبر، أعلن أن نبتعد عن الطائفية. ما من المقبول نعود وزير الاقتصاد والمالية عنده طائفة، ولا مقبول نعود دبيتة عنده طائفة، غير نعود كاملين على نفس المستوى من مواطنين اللي نحقوا بيناتهم العداوه ونحقوا بيناتهم ذاك المتعدد، لا سيما مقاطعه مقطر حجار من المقاطعات المؤثره في النشاط السياسي على مستوى المقاطعه. واقسم بالله العلي العظيم للوزير، يا ذاك اللي مشيت من عنده به ما حرفت به لا يمينا ولا يسارا، وكان زين عليه قبيل يسولني عنه، والله حاين اعطيه فيه كونتراندي. اليوم ما مقبول نعود الطائفي، ما مقبول تعود الطائفية. أنا وهو أن نعود نمارسه في مقاطعتنا، يعني نعود على كل حال نعمله على تضميد الجراح وترميم التصدعات والتشققات.
ونختار نقول على أن الدنيا دوارة والمنصب لا يدوم لأحد، لا لأنا شخصيا ولا له هو، مع تمنياتي له إن شاء الله بالصحة والسلامة والطاقم المتميز المحترم. وراجع لأنه التوصيات اللي قلت يقبلها بعين الاعتبار بأن هي اللي تمشينا لقدام واللي تجعل مقاطعتنا في المستوى المطلوب، ومن ذاك اللي يخدم الصالح العام. والسلام عليكم ورحمة الله. فما يملي الله إلا الناس مع محمد عبد العزيز، ما فهم الدخرة. شكرا الكلمة.